مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ملفات التحقيق. مع صافره تلقي البلاغ في احد مراكز الدفاع المدني نبدا واياكم احداث هذه الحلقه. بلاغ عاجل يفيد وقوع حادث حريق في احد اجهزه الصراف الالي. السؤال الافتراضي الاول في مثل هذه الحوادث، هل الحادث مجرد حادث حريق عرضي ام ان هناك شبهه جنائيه تحتاج الى تدخل من المحققين وخبراء الادله؟ وحتى لا يأخذنا الوقت سريعا، دعونا ننقلكم الآن إلى مسرح الجريمة لنكشف عن هذه القضية. في ساعة متأخرة من الليل دق جرس الإنذار في أحد مراكز الدفاع المدني، وكالمعتاد كان رجال الدفاع المدني على أهبة الاستعداد، فانطلقوا إلى الموقع بعد تلقي المعلومات الضرورية والعنوان الدقيق للحريق. تضمن البلاغ حدوث حريق في جهاز صراف آلي في أحد الشوارع النائية. تعامل رجال الدفاع المدني مع الحادث بحرفية عالية، وبفضل الله ولطفه تم إخماد الحريق في وقت قياسي، فيما وصل فريق الأدلة الجنائية لفحص مسرح الحادث بحثا عن أي دليل أو خيط يوصل إلى الحقيقة. عيون رجال الأمن تدقق في المكان. حاول الخبراء الإجابة عن الفرضية الأولى، هل الحادث عرضي أم جنائي؟ عثر المحققون بجوار جهاز الصراف على قارورة بلاستيكية أثبت جهاز الكشف احتواءها على مادة بترولية، وإلى جانبها ولاعة دخان صغيرة وقفاز قماشي وأجزاء من أوراق نقدية محترقة. بقيت أسئلة كثيرة، لماذا جهاز الصراف دون غيره؟ لماذا في ساعة متأخرة من الليل؟ من الجاني؟ ماذا يريد بهذا الفعل؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات في أرجاء هذا المكان. بعد استكمال رفع الأدلة والآثار، قام فريق التحقيق بالتنسيق المباشر مع إدارة البنك المسؤولة عن جهاز الصراف، وتم استدعاء الموظف المسؤول عن تغذية الجهاز. طيب، ممكن تقول لي وين كنت أثناء وقوع الحريق؟ أنا اللي أذكره إني غذيت الصرافة ورحت أنام، وما أدري يعني ما كل القصة هذه والكلام هذا ما أدري يعني. وأنت؟ الساعة كم كان؟ الساعة 2 الظهر. 2 الظهر؟ إيه. طيب، كم كان المبلغ اللي تم به تغذية الصراف؟ رغم أن المحقق لم يجد في أقوال الموظفين ما يستوجب الاتهام المباشر، إلا أن ملابسات الحادث والشكوك كانت تحوم حولهما، الأمر الذي دفعه إلى الإبقاء عليهما رهن التحقيق في القضية. تلقي البلاغ، قام فريق التحقيق بأخذ إفادة الموظفين المسؤولين عن تغذية جهاز الصراف، فأفاد الموظفان أنهما قاما بعملهم المعتاد في تغذية جهاز الصراف بالنقود، لم يلاحظا أي أمر غير معتاد ونفيا قيامهما بالجريمة. لكن من خلال محضر معاينة مسرح الجريمة وتقرير الأدلة الجنائية، تبين وجود عدة قرائن شككت في صحة أقوال الموظفين، فتم إيقافهما على ذمة التحقيق في القضية حتى يقطع الشك باليقين. ولقطع الشك باليقين
توجه المحققون إلى كاميرات المراقبة المركزية لعلهم يجدون حلاً لهذا اللغز. تمت مراجعة سجلات نظام المراقبة الرئيسية لأجهزة الصراف، حيث المفاجأة المحيرة مرة أخرى. اتضح أن جهاز الصراف انقطع اتصاله بغرفة المراقبة الرئيسية بالبنك في تمام الساعة 23:00 فجراً، أي قبل حدوث الحريق بعشر دقائق. ويبقى السؤال المحير، هل انقطاع التيار كان عرضياً أم مقصوداً؟ هنا أخذت القضية منحناً جديداً حينما قام فريق متخصص من خبراء المعاينة وفحص الآثار بإجراء الفحص الدقيق على مسرح الجريمة والآثار الموجودة فيه، حيث اتضح أن بداية الحريق كانت أمام الجهاز الصراف، وأن الحريق وقع بواسطة إيصال مصدر حراري بمواد قابلة للاشتعال. في مختبر الأدلة الجنائية تم إجراء الفحص الدقيق للصناديق المخصصة لاستيعاب النقود داخل جهاز الصراف. عثر الخبراء على كمية قليلة من الرماد وعدد محدود من الأوراق النقدية المحترقة، إضافة إلى آثار احتراق كربوني أسود. وعلى النقيض من ذلك، أثبت نظام المراقبة الرئيسية أن المبلغ المفترض وجوده في الجهاز 2,600,000 ريال، الأمر الذي يؤكد عدم وجود المبلغ الكبير ساعة وقوع الحريق. في قضية حادث حريق الصراف الآلي، توصل خبراء الحرائق إلى تحديد نقطة أصل الحريق، حيث أظهرت نتائج التحقيق أن الحريق من خارج جهاز الصراف. بفحص صندوق النقود لجهاز الصراف الآلي بمختبر فحص العينات بإدارة المعاينة، تبين أن بقايا مخلفات الحريق لا تتناسب مع كمية المبالغ المالية المسجلة من قبل فريق تعبئة جهاز الصراف. كما اتضح أن المنطقة التي تغطيها الدعامات نظيفة من آثار الاسوداد الكربوني، مما يثبت أن الحريق ما هو إلا حريق مفتعل يهدف إلى محاولة إخفاء جريمة الاختلاس من قبل موظف البنك. كان الاحتراق القسم العلوي شديداً، مما رجح فرضية سكب الجناح لمواد بترولية على جهاز الصراف. وبفحص صناديق النقود الداخلية لجهاز الصراف، لاحظ خبير المعاينة أن الدعامة الدافعة للنقود مستقرة في المقدمة. هنا لاحظ الخبير أن الشريط الواصل بين الدعامة والنابض منسحباً للداخل وسليماً من الاحتراق. هذا الأمر الدقيق أثبت عدم وجود نقود داخل الصناديق وقت وقوع الحريق. ولاحظ خبير المعاينة كذلك نظافة المنطقة التي تغطيها الدعامات وخلوها من الاسوداد الكربوني، مما يؤكد أن الحريق وقع والدعامات في المقدمة دون وجود نقود. وهذا يدل على أن الجاني افتعل حادث الحريق للتغطية على اختلاس المبلغ المفترض وجوده في جهاز الصراف. اجتمع فريق التحقيق في القضية لدراسة ملابساتها وبحث الأدلة المتوفرة فيها، وكانت الأدلة بمجموعها توجه أصابع الاتهام لموظف تغذية جهاز الصراف. حد يعرف نظام الصراف إلا أنت ومساعدك. يا حضرة المحقق، جهاز الصراف في مكان عام، وأنتم تقولون إنه مسروق، أكيد واحد جاء سرقه وحرقه. لا يا شيخ، جبت شيء جديد الحين. قول لي، من اللي سرق الصراف وافتعل الحريق؟ يا حضرة المحقق، إن لو نبي نسرق البنك كان سرقناه من زمان. أنا موظف شريف وتقدر تسأل الإدارة. طيب يا سعد، ممكن تفسر لي كيف أن نظام المراقبة يثبت أن جهاز الصراف أصدر عدة إشارات تفيد خلوه من النقود في اليوم السابق ليوم وقوع الحادثة، وأنت ما تحركت ولا بلغت؟ يمكن خلل فني، وهذه تحصل كثير يا حضرة المحقق. وش اللي في يدك هذا؟ وش الحرق هذا يا سعد؟ هذا كنت أطبخ في البيت وأبي أسوي شاهي واحترقت بالغلط يا حضرة المحقق.
وكم يوم صار للحرق؟ يمكن اسبوع. أثبتت الفحوصات الطبية على جسد المتهم وجود حرق سطحي حديث على يده. حاول المتهم التنصل والهروب من الإجابة، ولكن لا مفر. لم يكن المتهم يتوقع أن فعلته الشنيعة ستؤدي به إلى هذا المكان، لكنها الشقوة والنفس الأمارة بالسوء. ازدادت حالة المتهم سوءا بعد سوء، وتغير عليه الحال من حال إلى حال. بعد اكتمال تقارير الأدلة الجنائية وإجراءات الضبط والاستدلال، تمت مواجهة المتهم بكافة التفاصيل التي أثبتت عدم وجود مبالغ كبيرة بالجهاز ساعة وقوع الحادث، وأن الحريق مفتعل، الأمر الذي دفعه إلى الاعتراف ولله الحمد بالجريمة. أثبتت التحريات البنكية حول حسابات المتهم أن حسابه البنكي في الأشهر الأخيرة شهد نشاطاً استهلاكياً غير معتاد قبل وقوع الجريمة. في الفترة الأخيرة كنت اختلس فلوس من الصراف الآلي عشان اسددها بعدين، لكن تراكمت علي الديون وخفت انكشف، وبعد مجابهة المحقق للمتهم واجتماع الأدلة ضده، لم يكن امامه سوى الاعتراف بجريمته، فكان الاعتراف الظاهر. اي اللي عنده فلوس يشتري كل شيء. مرحبا سالم، كيف حالك؟ اهلا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. وش العروض اللي جديده عندكم؟ الله يركب، ما تدفعش حاجه، اقعد وقرب فيه. توكل على الله. أثبتت التحريات أن المتهم اشترى سيارتين فاخرتين، واستثمر في أسهم بعض الشركات، واستأجر بعض الشاليهات الفخمة. تفضل. مبارك أحسان، الله يعطيك خير وكشرة إن شاء الله. الله يجزاك خير، مشكور، يعطيك العافية. وش أسوي؟ ضعت، الكل يطلبني، من وين لي؟ الو، هلا هلا، بخير الله يسلمك، ابشر طال عمرك، بس امهلني شوي وحقك راح يوصلك، صدقني فلوسك راح توصلك، في امان الله، الله يحفظك ان شاء الله، مع السلامه. وش تسوي الحين يا سالم؟ معقولة تمد يدك للحرام؟ ها؟ وشلون؟
واللي يهدد بتقديم الشيكات للمحكمة وش أسوي فيه؟ ما في حل إلا أني أخذ من الفلوس وأدبر نفسي. طيب ممكن تنكشف العملية وأروح للسجن؟ لا لا، لازم أخطط للعملية زين ولا أخلي لحد علي طريق. كيف يا سالم؟ كيف؟ إيه لقيتها، والله لقيتها. أها، الله يعطيك العافية، دقيقتين وجايك. في اليوم الذي سبق يوم وقوع الجريمة، قام المتهم بتغذية جهاز الصراف بمبلغ 100,000 ريال فقط، فيما احتفظ بباقي المبلغ والذي قدر ب2,600,000 ريال. عادل سام، انخاك ولا انخذيب؟ عفا يا اخي، الخذيب انا موجود عامر، بس وش تبي تدلل؟ بعدي والله عندي لك طريقة نوفر فيها من فلوس الصراف، لو يجيبون خبراء الأجهزة والمعدات اللي في العالم كله ما راح يكشفونا. كان سالم بحاجة ماسة إلى من يساعده في ارتكاب جريمته، تلفت حوله فلم يجد أقرب من صديقه عادل ليشاركه في المهمة. بس حقي محفوظ. عفا عليك، مشينا بس. مشينا. بهذه الكلمات الساذجة استطاع سالم أن يقنع صديقه عادل بالاشتراك معه في الجريمة. بعد أن انتهى الاثنان من التخطيط للعملية، توجها إلى أحد محلات التموين ليجهز كل ما يحتاجانه لتنفيذ العملية. قام سالم وعادل بشراء كل ما يحتاجانه لتنفيذ الجريمة، ومضى الاثنان في التجهيز لعملية التنفيذ.
توجه الصديقان إلى إحدى محطات الوقود وقام بشراء كميات من البنزين ووضعها في عدد من العبوات تمهيدا لفعلتهم الشنيعة. تمام ان شاء الله. تمام بس توكل على الله. توكل على الله. اسمع ركز ركز وشوف شوف في دوريات في حكايم في شرطة. وفي ساعة متأخرة من الليل وصل الصديقان إلى موقع جهاز الصراف وبدأ بتنفيذ الخطة. يلا سرقت يدي. امشي امشي. ها وش عندك الحين؟ وش عندك جايبنا ذا المكان؟ ناوي تعشيني في ذا المطعم بعد؟ لا يا اخوي، هالمطعم نبي نحرقه ونحرق مطعم ثاني تابع لشركه اجنبيه. وش تقول انت؟ انجنيت انت؟ صار بعقلك شيء؟ صاحي انت يا أخوي؟ أنت ما تدري، تعرف وش معنى تابعة شركة أجنبية؟ شركة أجنبية يعني بتكبر السالفة وبتختبص مع هذيك وما حد درى عنها، فهمت؟ الله يستر منك، الله يستر منك. هذا ما كان يخطط له الصديقان، أن يفتعل حريقا في المطعم للتمويه على حادث الحريق الأول لجهاز الصراف. هاي عادل جاهز؟ الله يعين. جاهز. توكلنا على الله. وإمعانا في الإجرام توجه المجرمان إلى مطعم عالمي آخر ليشعل فيه النار. هنا في السجن كان سالم
يجني نهاية الطمع واتباع شهوات النفس، يحرق فؤاده الندم ولا تحين مندم. عندي لك طريقة نوفر فيها من فلوس الصراف، لو يجيبون خبراء الأجهزة والمعدات اللي في العالم كله ما راح يكشفون. وإذا كان الإنسان قد جبل على حب المال والتعلق به، فإن هذا الحب الشديد إذا اقترن بالرغبة في الثراء السريع والغفلة عن حل المال وحرمته وعدم مراعاة حقوق الآخرين وممتلكاتهم، انساق الإنسان إلى مثل هذه الجرائم، ولهذا حرمتها الأديان السماوية كلها، واتفق العقلاء من الأمم على رفضها باعتبارها نوع من الظلم والاستيلاء على حقوق الآخرين والتعدي على ممتلكاتهم الشخصية. إيه يا سالم، كنت عايش ومبسوط ومرتاح، لكن الحين تدمر كل شيء، كل شيء تدمر. حقا تدمر كل شيء، تدمر كل شيء في حياة حسان، تدمرت آماله، تدمرت أحلامه، تدمرت سمعته، تدمر كل شيء جميل في حياته. قال سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كانت القوة في الأعمال التجارية هي المؤهل والخبرة، فلا بد أن يقترن بها الأمانة كونها هي الراعية والمحافظة على المال. وهنا أحث أصحاب المناشط التجارية بأن يتم اختيارهم للشخص الأمين القادر على كباح النفس في حب المال، وكذلك أن يقوموا بالمتابعة والرقابة المستمرة المباشرة ليجنوا ثمار هذه المتابعة على أعمالهم التجارية. بعد التحقق من صحة أقوال المتهم، تم القبض على صديقه عادل والذي كان شريكا له في الجريمة، ليلقى الاثنان جزاءهما العادل. مشاهدي كرام، بفضل الله عز وجل أولا ثم بجهود فريق التحقيق وخبراء الأدلة، اعترف المتهم الأول بجريمته، وهنا تم القبض على شريكه عادل ليلقى الاثنان جزاءهم العادل. انتهت أحداث قضيتنا، لكن دروسها لم تنتهي. إن المال الحرام وإن كثر عاقبته هلاك ومحق للبركة، وإن المال الحلال وإن قل فهو خير وبر وطمأنينة. مهما كان الزمان صعبا ومهما كانت متطلبات حياة كثيرة، يبقى المال الحلال هو نبراس المسلم في هذه الحياة. في الختام تقبلوا مني أرق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. إلا أجيب راسها أجيب.